مساء الخير. اليوم بنتجول في مرافق شركة المشروعات السياحية اللي مثل ما انتم عارفين منتشرة في مختلف مناطق دولة الكويت. عموما قبل لا نبدي حلقتنا نذكرك عزيزي المشاهد بأن اسم برنامجنا نحن أصدقائك. إذا قلنا لكم مباراة في كرة القدم أكيد بيطري على بالكم ملعب وحشيش وجمهور ومباراة رسمية. الحين بناخذكم إلى الجزيرة الخضراء فيها ملعب، شوفوا المباراة اللي صارت فيه. أوكي بدينا. إحنا مباراة كرة القدم بالصابون على فكرة ما فيها فاولات، فيها بس هند. هذه هي اللي يميزها عن مباراة كرة القدم اللي تشوفونها بالملاعب. هني ما في فاول، ما في فاول اللي يطيح، لعبنا مستمر. ايوه دبل كيك. اوكي احنا قلنا اللعبة ما فيها فاولات، فيها هند بس. اوكي كمل. دفاع فريق الأقرع. أوكي عليهم. قاعد نشوف في هجمة. مثل ما أنتم قاعد تلاحظون أن اللاعب ما عنده كنترول، ما في عليه كنترول، لأن فيه ماي وصابون. هي لعبة القصد منها الوناسة والغشمرة بين فريقين أصدقاء يلعبون مع بعض، يقضون وقت ممتع في هذه اللعبة. أوت. مثل ما أنتم لاحظين، مثل ما أنتم شايفين هني هذه اللعبة تعتمد على الماي. بعض المرات احنا نشوف المباراة في التلفزيون إذا صار مطر الحكم يوقف اللعب، هني نزيد الماي عشان اللعب يحلى. في هجمة حق القرعان. في دربكة هناك اللي يطيح قلنا ما في فاول، اللعبة ما فيها فاولات. يلا. اوكي راحت على فريق فيليتشا، فرصة حلوة. دفاع قوي، في دفاع قوي. قاعد تشوفون دربكة اللي تصير، هذه مو بدينهم يعني، شغلة لعبة هي اساسها كذي. دفاع قوي، دفاع قوي. حركة حلوة. يبي له شوية صابون بعد.
ما قاعد تطيحون وايد. ايوه ايوه مستمرين باللعب، لعبنا مستمر. لعبنا مستمر ولحد الان تعادل. يمكن الجول اللي بيكون الجول الذهبي. العب الله بالعارضه. اوت. اوكي لعب الاوت. احنا ما في عندنا هدف ذهبي، اذا انتهى الوقت عندنا بلنتيات سيده. هذا قانون اللعبة، لعبة الصابون والماء. فريقين شوت. الجولتي كان بالمرصاد. لعبة حلوة، الصدة أحلى وأحلى جولتي. أحلى هجوم وأحلى جولتي. يلا فوق العارضة بعشرة سنتي. الوقت المخصص للعبة كرة القدم بالماء والصابون انتهت. إذا وصلنا إلى مرحلة البلنتيات. كل فريق له ثلاث شوتات. نعم. أنت واحد منهم؟ أنا واحد منهم. يعني هذول أقوى اثنين عندك؟ إي أقوى اثنين عندي. والحارس؟ موجود آخر واحد. نفسه ها؟ أو الحارس موجود. وأنت اخترت أقوى اثنين عندك؟ إي نعم. هالمرة نبي آخر حكي. انت كفريق محترف راح تفوز اكيد. محترف اكيد ان شاء الله. خلاص شلون ترد عليه؟ هذا الميدان يا حميدان. اوكي هذا الميدان يا حميدان، هذا الجول هو الميدان، وانت وحميدان. اوكي من اللي راح يبدي؟ من راح يشوت اول واحد؟ اوكي انت كفريق محترف. اوكي العب. الجول شي فريق فيليتشا. يا سلام عليك بطل، هذا صج محترف، هذا لا تبيعونه. الجولتي يا بالجول، يا سلام عليك. الجولتي ما شافها اصلا. تعادل. صادها فيليتشا، صادوها، اعطيناها عين عدل، اعطيناها عين. يلا يلا يا فيليتشا، فيليتشا يا سلام عليك. في زاوية صعبة، صعبة عليه. لا ما يضيعها. جول. أعاد الثقة لفريق أقرع بكشة. أوكي اسم حلو. ما دام تردد أو يا سلام. جول ثقة. فريق فيليتشا انتوا اللي فزتوا، شلون كان الفريق؟ سهل جدا جدا ما شكل اي صعوبه كلش، على الراحه فزنا عليهم. يعني المعسكر الخارجي اللي بالبرازيل وخسروا عليهم ماكو؟ ماكو كلش، فلوس راحت بلاش. اوكي انتوا كنتوا بمعسكر داخلي ظاهرني. داخلي بالكويت احنا. اوكي تستاهلون الجائزه. منو اللي خسركم؟ والله ما حد خسرنا، احنا اعطينا لهم هالانجاز لانه قله انجازاتهم، واحنا متروسين الحمد لله. اعطيناهم الانجاز بعد، ما عندهم الانجاز واحد. اوكي يستاهلون يستاهلون يستاهلون. كاهو كاهو التلفزيون. الحين راح تشوفك نفسك بالتلفزيون هنا. تفضل. هذا فريق فيليتشا، هم يقولون هذه هديه منهم. والله هذا احنا بدنا العرق جبيننا صراحه. يستاهلون، هذه جائزه مقدمه من شركه المشروعات السياحيه. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. حيوهم حيوهم حيوهم. في تنافس شريف بين الفريقين. شكرا والله يعطيكم العافية.
الحين بناخذكم الى حوض الغطس، وهو حوض من احواض مختلفة موجودة في مجمع حواض السباحة. عملنا مسابقة فيها إثارة. أول متسابق نط من ارتفاع 5 متر واجتاز الطوق الأول. على فكرة الطوق الأول معناتها رقم 1. نشوف المتسابق الثاني، نشوف المتسابق الثاني. يعني يفترض أن الشخص تمام دش في راح على الطوق الثالث. خالد أنت دشيت في الطوق الثالث. إيه نعم. شون كانت اللعبة من الارتفاع الصعب هذا وإحنا قاعدين نشوف اللي دش بالطوق الرابع هذا؟ والله الصراحة تركز عليه، يعني تركيز لازم واحد هم يأخذ مسافة من بعيد أساس يوصل. تكون قفزة حلوة. نعم. قفزتك كانت حلوة خالد، شاكر لك. في هني لجنة تحكيم قاعدة تشوف، قاعدة تشوف أي شخص يوصل. يا سلام عليك، الطوق الأصفر، الطوق الخامس، وهو يستاهل التشجيع الموجود هني، يستاهل التشجيع. علي انت وصلت بالطوق الخامس، نشوف الاخ اللي بالثاني، الطوق الثاني. انت متعلم على اللعبه هذه من قبل؟ اي والله كنت اول انط اجرب، لكن الحمد لله الله وفقني. نعم طلعت وصلت الطوق الاخير. صعبه اللعبه شايفها علي؟ يعني فيها شويه ارتباك. شنو تحتاج؟ السرعه والدقه، وهذه كانت متوفره عندك علي، شاكرين لك. نشوف منو في شخص يوصل حق الطوق الخامس ولا لا. طريقه حلوه، كانت طريقة حلوة، قدر ينط ولكن على الطوق الثاني. في شخص واحد قدر يوصل إلى الطوق الخامس اللي هو علي الحساوي. أي شخص يدش بالطوق الخامس معناته يصير تعادل. راح نعمل بينهم، راح نعمل بينهم إذا صار تعادل. الثالث، الطوق الثالث. لحد الآن ما في واحد وصل للطوق الخامس. اللعبة انتهت. حسين الشايع هو الحكم، راح يعلن منو اللي فايز. حسين منو اللي فاز؟ طبعاً عندنا 8 متسابقين واللي فاز فيها لاعب واحد اللي هو علي الحساوي، حقق الرقم القياسي اللي هو 5 نقاط. وطبعاً نقوله مبروك علي. بالفعل كنت أنت الشخص اللي وصل الطوق الخامس وتستاهل جائزة مقدمة من المشروعات السياحية. أنت نطيت من 5 متر، شيل هذا تلفزيون 5 كيلو هذا. بارك فيك، مشكورين. ثقيل والله. ثقيل، تستاهل. من المسابقات المثيرة والشيقة اللي عملناها في المدينة الترفيهية مسابقة سباق السيارات. يمكن قاعد تلاحظون ان اللي انا بتحداهم الخمسة هم قدام وانا صاير وراهم. ليش صاير وراهم؟ انا معطيهم قصة، لان بعد شوي راهي عليهم وراح اكسب الجائزة. عموما البداية مع الحكم احمد الكندري، احنا بانتظارك.
اللعبة انتهت، أنا وأربعة معاي خسرنا، في واحد فايز. أحمد الكندري، أنت اللجنة اللي هني، من اللي فاز؟ اللي فاز رقم 7 اللي هو أحمد، أول المركز الأول، المركز الثاني سيارة رقم 5، والمركز الثالث سيارة رقم 4. أنت سيارة رقم 7؟ إيه نعم. ما شاء الله أشوف يعني حتى من بداية الانطلاقة كلهم قالوا عنك أنك أنت راح تفوز، يعني شنو السبب؟ السبب هي اللعبة، حماس وهذا فرق. من أكثر واحد كان ينافسك؟ طبعا زميلي هذا. أيوة. لكن ما لحق عليك؟ ما لحق، هو غلط هني حق بريك. هني تعتمد على الخبرة اللي أنت تستاهلها من خلال الجائزة الموجودة، تستاهل من الكندري. تفضل، هذا تلفزيون مقدم من شركة المشروعات السياحية، احنا شاكرين لك. هلا. بننقلكم الحين إلى نادي راس الأرض، هناك إحنا فتحنا صالون حلاقة. السعر الحين بكم ما ندري، ولكن راح تشوفون عملية الحلاقة غير الحلاقة اللي نشوفها بالصالون. مثل ما أنتم شايفين، في عندنا أربع نقدر نقول عنهم حلاقات، كل واحدة عندها موس وعندها الصابون. في المقابل عندنا أربع من الشباب جايين نادي راس الأرض البحري مو محلقين، فمن حظهم ان عندنا الصالون اللي على الهواء مباشره. ناصر الفودري، اذا اوكي صفر بعدين احنا نشوف الحلاقه. ما ادري ليش خايفين الشباب. اوكي ناصر، اوكي 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 اوكي، خله الحلاقة. قايلها تحلق شاربك هي ولا لحيتك؟ طلعت شعرك الثاني هذه نسيتها ما. اوكي، لا بالعكس شغلها مضبوط. شارت لك السكسوكه اللي انت عاملها. لا تحكي. لا اوكي 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 اوكي، كمل. في عندنا وقت، احنا عندنا وقت، عندنا وقت. يعني بالنهايه كنا طلع منك دم. انت وين؟ من وين؟ لا 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 لا، انا زين عم سوي. اوكي. قايلة تشيل السكسوكة؟ لا والله ما قلت لها. اوكي اوكي، في اي اي، ما دام انت قاعد تحلقين خشمه قايلك هو. بس كله صابون، ما في ماي. اوكي 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 اوكي، ما دام عدلي له الزلف شويه. اي اوكي، قفل بس لطبطته. عاد نزل. اوكي خلينا نشوف. لا بعد، ها خلاص لا تبطلون. لاحظ لاحظ شيء، لحظه في عندنا نشوف شنو سويتوا. خلي بطلون. اوكي اوكي، بطلوا شوفوا شنو سويتوا. شوفوا الحلاقة، كنت تتوقعين هالحلاقة الحلوة هذه؟ لا والله. ناوية تفتحين صالون بعد هالشغلة هذه؟ لا، راح اخسر. اوكي اوكي، مدام شنو سويتي فيه؟ حلقت له. حلقت عيونه. ما انتوا كتبتوا لي الصابون. اوكي، ايش رايك بالحلاقه؟ والله قصيتوا علينا يعني.
صراحة. شنو سويتي له؟ والله ما بعرف شو عملت. اوكي اوكي. اعتقد انك يعني كان حلاقتك في يعني شويه نظيفه. اي نظيفه وهي يلمع. يعني انت راح تفتحين صالون اوكي عليك. اوكي ولا يهمك. اول مره تحلق بالطريقه هذه؟ والله اول مره احلق بالطريقه، بس ايش صار فيني؟ راح تكررها مع الوالده؟ حلجي كله صابون. الحلاقه خلصت. يا وقت الجائزه من خلال ناصر الفودري وهو مشرف نادي راس الارض البحري. ناصر، من الاربع متسابقين الفرق من اللي فاز؟ فازوا عندنا طبعا عائلة أم جاسم، لأن التزموا في الشروط اللي هي زيادة الرغوة والحلاقة يعني بإتقان. يعني لاحظنا متسابق لقينا ما شاء الله يعني فعلا حلق. نعم. يعني حتى يمكن أم جاسم حتى المايك مالنا مثلا حلقته معنا في صابون هني. ولكن هي بالنهاية فازت أم جاسم. هذه ثلاجة أعتقد ولا تلفزيون؟ تلفزيون. ثلاجة. تفضل يا أم جاسم، هذه الثلاجة يشيلها جاسم تحط فيها عدة الحلاقة. الله يسلمك. شاكر لك ويعطيك العافية. تسلم، يعطيك. شكرا لك مدام. الله يعافيك. نعم. من نادي راس الأرض البحري بننقلكم إلى نادي الشعب البحري. مسابقتنا الحين حق شباب أقل من 12 سنة. المسابقة سويناها على شاطئ النادي، شوفوها. كابتن عصام، أنت الحكم، صفارة عندك. البداية أوكي؟ بدينا. الأربع متسابقين الشباب طبعاً. بدأت المربعات تروح صوب الشاطئ. بدايتهم كانت قوية، ما كنا متوقعين انهم اقوى، لكن الحين بدأوا يتعبون. اسرع اسرع. اوكي، احنا كنا متوقعين ان راح يلقون صعوبة، لكن في اثنين منهم، ايوه في واحد طاح، وهذا من حظ الشخص اللي وصل للنهاية. وصل للنهاية وقت قياسي، وقت قياسي. أقول إحنا لازم نقول عنك أنت محظوظ، كان هو بيفوز وطاح، إيش رأيك فيه؟ والله ماله قوي، في جوا. هو رفيقك ها؟ لا لكن أنت القوي، أنت بالنهاية اللي فزت معانا. يعطيك العافية. شلونك؟ الحمد لله. صار فيك؟ أنت وصلت للنهاية؟ ثاني بس ظهري عورني. طحت ها؟ يلا عموما كانت منافسة حلوة بينكم، وأيضا هو رفيجك اللي فاز معانا. الجائزة اللي شايفينها من حظ المتسابق هذا. شلون شفت السباق؟ والله صعب، في تحدي كمان. أنت كان اللي فاز بالثاني، كان هو بيفوز بالمركز الأول لكن على طول طاح وأنت اللي فزت. هل هذا معناته أنت محظوظ؟ والله أكيد في حظ شوية، لأنه هو أيضا فيجي بعد جزء قوي، يعني كان منافس بينه وبينه. نعم. مع انه يعني احنا في البدايه سالنا واحد فيهم قال ان الثاني هو اللي راح يفوز، مع انك انت اضعف واحد فيهم وفزت، هذا مثل ما قلنا احنا بالبدايه عندك انت لياقه. اي. تستاهل الجائزه المقدمه من شركه المشروعات السياحيه، تفضل. هذا الميكروويف مقدم من شركه المشروعات السياحيه من الكابتن عصام. شكرا لك وتستاهل الجائزه. الألعاب الحلوة الموجودة في منتزه الخيران لعبة البولينج. نادينا مجموعة من الشباب والكبار وجرينا معاهم مسابقة في لعبة
البولينج صار تحدي وشوفوا منو فاز بالنهايه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كم شوطه حذف؟ توني اول وحده. اول وحده؟ اول وحده نعم. لاعبها قبل هالمره؟ والله ميربينها اي. الشاليهات اللي معاك هني تعرفهم يلعبون عدل بولينج؟ والله بعضهم يلعبون وبعضهم لا يعني يخورونه شوي. تحس انه ينافسونك يعني؟ ينافسون اي طبعا لازم. يعني لك منافس ولا مالك منافس؟ لين لازم لي منافس. لك منافس. نعم لا ينافس. اوكي بالتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. اللي قبلك يقول لي يعني لي منافس، هل انت منافس قوي هني؟ انا المنافس ماله. انت اللي تنافس؟ انا اللي انافس. وبالنهايه راح تفوز عليه؟ والله الله كريم. الله كريم ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي. الفرصة متاحة لك. أنت تعتبر يعني أصغر واحد بالموجودين؟ تقريباً إيه. تقريباً. لاحظت اللي قبلك الفريق الثاني؟ يعني اثنين قبلك. إيه. أنت الفريق الثالث. هذا. شنو كانت أخطائهم؟ أخطائهم وقفتها كانت غلط. والوقفه الصح شلون؟ الحين راح تسويها انت ان شاء الله. اوكي راح تسوي الوقفه الصح ونبيك تطيح كل الموجودين هنا. على الله انا ما العب ممارسه وايد يعني ما العب وايد يعني. بس تسليه يا اخي. اوكي ان شاء الله التسليه تتحول الى احتراف. ان شاء الله. اوكي شوف رفيجك توه يقول انه هو ماخذها تسليه، هل انت متقن لعبه البولينج عدل؟ نعم العبها من زمان انا امارس اللعبه. يعني هو معتمد عليك انك تجيب البطوله له؟ اي نعم. اوكي، الحين انت والفريق رقم ثلاثه بنشوفك ان شاء الله نشوف لعبتك وبالنهايه راح نحكم منو اللي يفوز، نشوف مدى احترافك للعبه، تفضل. اي كرة تبي تختار؟ والله بدي اول واحدة مناسبة. شلون تعرف انها مناسبة ولا لا؟ تكون ثقيلة ايه بعدين شوية يعني تكون اصابعك يعني مو صاكة عليه يعني رفوت. هذا هل يدل هذا على انك انت حرف في لعبة البولينج؟ لا يعني كنت انا ايام الثانوية العبها ايام الثانوية وامارسها بعض المرات يعني. اوكي. احنا الحين انت تمثل فريق اخر وفي منافسين لك. شد حيلك حتى احنا نستانس ان نعطيك جائزه مقدمه من شركه المشروعات السياحيه. ان شاء الله مشكور حبيبي. تفضل تفضل. إلى لعبة البولينج. احنا الحين مع آخر متسابق في هذه اللعبة، مثل ما انتم عارفين كان يتنافس ثلاث فرق، كل فريق كان يتكون من شخصين، هذا آخر لاعب. تفضل خلينا نشوف هل يغير النتيجة ولا لا؟ أنت انت وصاحبك جبتوا 160 درجة. نعم. والثاني؟ والثاني 133. 133. اي. هذه تعتبر يعني نسبة مرتفعة جدا. طبعا احنا بعد ما تدربنا على طول لعبنا. يعني بالشاليه ما تدربتوا عليها؟ لا ما سخنا. والله ما سخنا على طول لعبنا. كذي مو مسخنين 160؟ اي اعطونا يعني اذا مسخنين كم هني ب 200 300؟ 300. كل اكسات زين. احنا قبل هالمره كنا يعني سجلنا حلقه هني في منتزه الخيران، كانت العائله اللي فازت جابت 93 ولكن انتوا كسرتوا الرقم بشكل عجيب وجبتوا 160. احنا بنعطيكم جوائز، اول شيء جوائز هذا الكسر الرقم. هذه اربع تذكره من المدينه الترفيهيه عائليه لاربع اشخاص، وهذه تذكره من المدينه الترفيهيه عائليه لاربع اشخاص، هذه عشان كسرتوا الرقم اللي احنا سجلناه في حلقه الماضيه. ولكن الجائزه الكبيره هذه هي عباره عن
ثلاجة مقدمة من شركة المشروعات السياحية، ثلاجة عائلية متنقلة معاكم. لا لا لازم تشيلونها كذا نشوف من أثقل هي ولا كرة البولينج. لا هذه أثقل. عموما تستاهلونها والله، يعطيكم العافية. الله يسلمك، مشكور ما قصرت. شكرا لكم. الواحد إذا سحب له شغلة أثقل منه بالتأكيد راح تصير له مشاكل. إحنا يوم رحنا حق شاطئ العقيلة عملنا مسابقة بالثقل، شوفوا شنو صار بالأشخاص اللي اشتركوا بالمسابقة وشلون لجنة التحكيم صادتهم. كابتن صفارة، نشوف سحبة. ظهر متخدي عدل هذا. اوكي لا لا اوكي. للحين شو المشكلة معاك؟ المشكلة يقول شايل وخبيب. يلا يلا في شوف ردوا. يلا 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 اسرع. ايه يلا خلينا نشوف احنا مستمرين. اوكي انتهت انتهت اللعبة. يعطيك العافية. الله يعافيك. بالعكس كان متعامل معك وايد، كنت متحلف فيه تقول. أنا بالبيت يومي أطق. عشان كذي يعني ما كان يبي طقه. سلام معك. اليوم رحتك منك. أي ولكن على فكرة احنا نعترف له بشغلة، كان هو مساعدك بعد يعني اكتسب طريقة حلوة انك انت. اي أنا ركضت معه قبل ركضت أنا. اي يوم ما يسرني. خايف من الطقة بالبيت ولا؟ والله ما أدري حسب الجائزة. عموما الجائزة راح تستاهلونها لأن بالفعل عن جدارة فزتوا فيها، راح تستاهلون جائزة مقدمة من شركة المشروعات السياحية. والله يعطيكم العافية. هذه الجائزة المقدمة من شركة المشروعات السياحية تستاهلونها، تفضلوا. أهلا وسهلا فيك، تفضل هذه الجائزة وتستاهلونها. شكرا لك. شكرا لك. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. شكرا شباب. بناخذكم الحين إلى مسابقة عملناها بصالة التزلج ولكن على طريقة نحن أصدقائك. مع الصفارة، صفارة الحكم الموجود عندنا في صالة التزلج. حكم، بدأت اللعبة. الانطلاقة راح تكون لنهاية الصالة. في موجود هناك دشداشة، كل واحد إحنا مفصلين لدشداشة على قده وضربينها أوتي وناطره هناك. لازم يلبس ويسكر زراراته ويكشخ فيها عدل، بعدين يرجع هني يوصل عندنا هني نعطيه غترة وقحفية. اوكي اوكي شوي شوي في قحفية. سكر. تعال 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 غترة غترة. البس شماغك، البس شماغ. اوكي انطلق روح. ما حد وقف. يلا الحين بقى العقال. خليك واقف هني عدل. تعال تعال. يعطيك العافية. يعافيك. شكلك تغير مرة واحدة الحين. ها؟ منو أكشخ قبل شوي ولا الحين؟ ما أدري والله. لا الحين الحين أحلى. الحين أكشخ.
بالفعل انت يمكن الشخص الثاني توقف عن اللعبه هناك، لكن انت اللي فايز. بالفعل انت كنت مشارك يعني مثل هالمسابقه العام وكنت حافظ الطريق، صح؟ تستاهل الجائزه. تستاهل. حياك حياك، اهلا وسهلا فيك. شنو المشكله اللي واجهتها؟ والله هو اسرع مني. اسرع منك ها؟ تستاهل. لا لا بس هو غلط بالشروط، لازم يوقف يعدل. راح هو عدل عدل عدل. اخذ الجائزه، اخذ الجائزه المقدمه من شركه المشروعات السياحيه. اول واحده، تفضل تفضل تفضل. هذه الجائزه مقدمه من شركه المشروعات السياحيه. مشكور. ايش رايك بالشخص اللي نافس؟ كان منافس قوي ولا قدرت تتغلب عليه بسرعه؟ لا قوي. اوكي احنا شاكرين لك واهلا وسهلا فيك. العفو. اخذها وروح للنهايه بجائزتك. للنهايه روح اطلع. الوقت المخصص لنحن أصدقائك انتهى، ولكن جولاتنا ومسابقاتنا في مرافق شركة المشروعات السياحية ما انتهت. الأسبوع المقبل إن شاء الله راح نكمل. مع السلامة.